أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه خلال الأسبوع الرابع عشر من كتيب اللغة والأدب. أذكر أننا الآن في وحدة الرواية، تحديدا رواية عائد إلى حيفا للكاتب غسان كنفان. إذن الأهداف هو التعريف بموضوعات الأسبوع وربطها بمفاهيم الوحدة. أذكر أن المفهوم الرئيسي الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو الإبداع. كيف أبدع غسان كنفاني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني من خلال الوصف والصور والأساليب والتقنيات التي استخدمها؟ وكيف ستبدع أنت أيضا كطالب من خلال تقمص الشخصيات والمهام المتنوعة التي ستقوم بها خلال الحصة الصفية؟ ها نحن قد وصلنا إلى الجزء الخامس من الأجزاء رواية عائد إلى حيفا. كالعادة نقوم في كل جزء بتحليل المعاني واستخدامها في إنشائنا بجمل وفقرات. فالكلمات الجديدة هي القامة، مستشعر، تبرير، محدق ومتكئة. ما معاني هذه الكلمات؟ ستجدها بالصفحة موجودة في خانة التقييم الذاتي، هي والإجابات النموذجية لها. سنتعلم أيضا أضداد بعض الكلمات الجديدة كطويل أو متردد، غريبة وصامت. ثم سندخل بتحليل شخصيات هذه الرواية، الشخصيات الرئيسة والثانوية، المكان والزمان، لنشكل بالنهاية الأماكن التي دارت فيها الرواية. ولاحظ أننا قلنا قبل في الجزء السابق أن مدة أو الزمان في هذه الرواية كان زمانين مختلفين، زمن النكبة وهو قطع استرجاعي لذكريات سعيد وصفية سنة 1948، والزمن الذي كانوا يتحدثون فيه وهو 1967. سنصف الشخصيات بدقة، سنصف مريم وهي الشخصية الإسرائيلية التي وجدت في بيت سعيد وصفية، ودوف عندما قدمت له مريم والديه الحقيقيين. كلنا لنا هذا الفضول لكي نعرف ما هي ردة فعل دوف عندما علم، أو لا أريد أن أقول دوف وإنما خلدون، ما ردة فعله عندما علم بأن سعيد وصفية هما والداه الحقيقيين. وسنأخذ بعض المقولات التي ذكرها سعيد وصفية ونعلق عليها أيضا. لا يوجد نص دون وصف، فلا بد أن يكون هناك صور أدبية كثيرة، كأن نقول ارتفع صوت صفية بالنشيج وكأنه صادر من مقاعد متفرج هش وعاد يجر خطواته. ما رأيكم بذلك؟ وسوف تعطوني أيضا أنتم صورا فنية من إنشاءاتكم. ما رأيك في المقولة الأخيرة التي قالها سعيد، إن الإنسان قضية، وما دلالت عبارة أرجو أن يكون خالد قد ذهب في غيابنا؟ أذكر أن خالد هو ابن سعيد وصفية اللذان أنجباه بعد مغادرتهما حيفا، أي أنه الأخ الأصغر لخلدون. أين ذهب؟ سنتعرف على ذلك سوية. أيضا سننتقل إلى استخراج الأساليب الإنشائية والتقنيات من هذه الرواية، كاستخراج أساليب أمر، استفهام، نفي، وبعض المواقف التي أثارت انتباهك. وسنتحدث أيضا في حصص المكتبة الموكلة لنا، حيث ستكون عبارة عن عمل جماعي ومنظم باستخدام التعاون والتواصل. تبحث أو تكتب مقالاً عن أكثر الشخصيات تأثيراً من شخصيات الرواية، وعليك أن تراعي في ذلك الأدلة والبراهين. ثم ستبحث عن قصيدة الشهيد للشاعر عبد الرحيم محمود وتختر منها بيتين وتتدرب على إلقائهما أمام طلاب صفك. إضافة إلى أننا نقوم خلال شرح أجزاء الرواية بتقمص شخصيات الجزء المحدد، ستتناقش في شخصيات الرواية ومن أكثرها أثر فيك، وستصمم أنت وأفراد مجموعتك
جدارية من وحي الرواية. كانت هذه أبرز موضوعات الأسبوع 14. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.